تعالى كده نشوف الكونسبت بتاعنا يا جماعه اللي احنا هنعمل عليه ريفيجن عشان نقفله، اللي هو كونسبت 1.4 اللي احنا اتكلمنا فيه يا جماعه على حاجه اسمها الكوميونيكيشن اند انفورميشن ترانسفير. قلنا يا جماعه في 1.4 لو تفتكروا ان انا عندي ميثودز بستخدمها انا كهيومن او اي كائن بيستخدم ميثود عشان يعمل كوميونيكيت. مثال مثلا البنوته اللي قدامنا دي يا جماعه قلنا بتستخدم ثلاث حاجات، ممكن تبقى رايتنينج ريدنج listening او سبيكينج. تمام، بتقرا ايه وتكتب. اما الفاير فلاي بيتل يا جماعه قلنا بتطلع ليد او برايت او فلاش لايت او لايت. الهامباك ويل قلنا بيطلع ساوند، ساندس يعني بيطلع صوت. طب تعالى كده يا جماعه نركز مع بعض، يبقى قلنا كلمه الواي اوف كوميونيكيشن اللي هو طريقه التواصل، انا بستخدم طريقه، حضرتك بتستخدم طريقه، انا دلوقتي مثلا بروديوسينج ساوند فانا بتكلم سبيكينج، حضراتكم بتستخدموا الليسننج اللي هو حضراتكم بايه بتسمعوني، بلس ريدنج اللي هو جماعه انت شايف البورد وعمال تبص عليها، بلس ان انا بعمل رايتنج يعني بكتب، وحضرتك بتستقبل الكتابه ديت ان انت بتقراها. يبقى كده يا شباب الكوميونيكيشن مثلا الهيومن سبيكينج رايتنج ريدنج، اما الهامباك ويل اللي احنا قلنا بيطلع سونجز، وطبعا السونجز بتختلف من سيزون لسيزون تاني، والكلام ده هنشرحه وهنراجعه تاني عشان تثبت المعلومه معانا. وما تنساش ان انا بعمل بروديوسنج فلاش لايت اللي هي مين؟ الفاير فلاي بيتل. طب تعالى كده بالراحه، الفاير فلاي بيتل يا جماعه قلنا هل دي تعتبر نوع من انواع الفش؟ قلنا دي نوع من انواع الايه؟ انسكت، اللي هي عباره عن الحشرات. هل الفاير فلاي بتطلع لايت؟ يس. بس تعالى كده نفتكر اللايت ده يا جماعه كان بيتكون ازاي؟ قلنا الفاير فلاي بتعمل جوه جسمها اللي هي عباره عن نوع من انواع الانسكت ايه؟ نقفل المايكات يا شباب لو سمحتم عشان الحصه تطلع كويسه. طبعا يا جماعه لما بتعمل الكيميكال رياكشن ده بتقدر تطلع برايت اللي هي اضاءه او لايت تو كوميونيكيت عشان تعمل تواصل. ولو تتذكر كده لما هزرنا في الموضوع ده قلنا ان الفاير فلاي بتطلع الايه؟ اللايت ده عشان تنبه الباقيين ان في دينجر اللي هم البريديتور، او تعمل اتراكت تو ميت. اتراكت الميت فور ايفري. ساره لو سمحتي نقفل المايك بعد اذنك. تمام. لو تفتكر قلنا ان ممكن يا جماعه واحد يقف في الغابة ويطلع لايت. لو تتذكر يا جماعة قلنا هل البتر الفاير فلاي هتسقط ولا هتعمل ريسبوند؟ ريسبوند. بس ممكن تعلي صوتك شوية. طب ما انا عايز بس اللي معانا في الاونلاين بعد اذنكم يا جماعة ما نتكلمش لو سمحتوا لو سمحتوا. طبعا يا جماعة ليه؟ احنا قلنا يا جماعه الريسبوند ده هوت ان الفاير فلاي هتطلع اللايت فهتبان كاستجابه للشخص ده، اللي هم قلنا يا جماعه بيردوا على بعض. نعم يا لارا. ممكن حضرتك تعلي صوتك شويه؟ حاضر يا لارا، قربي انت برضو او علي المايك اللي عندك، علي قصدي السماعه اللي عندك. تعالى كده نفتكر يا شباب قلنا ان في similarities و differences between the type of communication، وحلينا على ده اسئله كتير خالص. and transfer the information ما بين الهيومن والايه؟ والانيمالز. ان الانيمال يا جماعه بتعمل حاجه اسمها ايكو لوكيشن، اما الهيومن ممكن يعمل reading, writing, watching,
سيلولار فون اللي هو التليفون المحمول، ان الكترونيك ريدر ديفايس اللي هو الاي ريدر. وقلنا في حاجات مرتبطه ما بيننا احنا الاثنين، زي الموفمنت اللي هي الحركه، زي اللايت اللي بيخرج من البتر من الفاير فلاي، زي الهاي بيتش ساوند اللي هو الصوت يا جماعه اللي موجود معانا مثلا في الدولفين، ممكن انا اطلع صوت عالي بس طبعا ما بيوصلش للهاي بيتش على فكره. لو جينا اتكلمنا يا جماعه، تعالى كده نحل السؤال ده اهوت. ايهاب اتفضل. يا ايهاب مستر، هو انا مستر بتلخبط في اللي هو الدرس اللي هو بعد ده طب حاضر، اللي هو لما نوصل له قول لي. ايهاب اتفضل. يا ادم ها اكسبت سيلر فون، لان يا جماعه انا بتشابه معاهم بالحاجات ده هيت. عاليه ايكولوكيشن دي ما بنقدرش احنا نعملها، لكن الحاجات التانية احنا كهيومن نقدر نعملها. السونج اوف ويل، ركز بقى يا ايهاب. تعالى يا جماعه نفتكر مع بعض ايه حته السونج اوف ويلز دهيت. قلنا يا جماعه ان الهام باك ويل عنده طريقه من طرق التواصل، اللي هي حضرتك لو تفتكروا يا شباب بيطلع ساوند اللي هو يعمل سونجز، يعني يطلع اغاني، يطلع اصوات اندر ذا ووتر عشان يتواصل، يعمل كوميونيكيت. طبعا الكلام ده هو يا جماعه عباره عن تونز اندر ذا ووتر، يعني نغمات يا استاذ ايهاب. طب ودي اعرفها ازاي يا ايهاب لو تفتكر كده؟ قلنا لو تفتكر كنت بستخدم حاجه من اتنين، يا اما وينتر يا اما سمر. تعالى يا ايهاب افتح المايك بعد اذنك. تمام. فاكر احنا موجودين في اهن واحده في اللو هاي هاي الميل، الميل اللي هو الذكور في الوينتر ولا السمر؟ السمر السمر اللي هو حضرتك بتبقى البيتش بتاعتها، احنا قلنا الرجاله بهزار قلنا الرجاله مالها هاي ولا لو؟ هاي لو. إذا لو بيتش لو بيتش فيد اند راف ساوند. ساوند. طيب في السمر يا ايهاب انا بدور على ايه؟ هل على الميتنج ولا الفود؟ ود هيا يا ايهاب ود الصوت بيقطع. سارة فود يا مستر، فود يا هقول مستر، قول يا حبيبي فود فود. فود شكرا يا ايهاب. تعالى كده يا جماعه في الوينتر، في الوينتر ده قلنا زي الفيميل زي الانثى بتبقى مالها يا سارة؟ هل لو بيتش برضو؟ هاي بيتش ساوند، هاي بيتش ساوند. تمام، اللي هو الساوند يا جماعه اللي هو النغمه بتاعته عاليه مرتفعه، وبتبقى مالها راف ولا شارب؟ شارب. شارب. طب بتدور على ايه في الوينتر يا استاذه ساره تعرفي؟ ميتنج ميتنج. تمام، ميتنج يا مستر، اللي هو التزاوج. شكرا يا ساره. يبقى عشان كده يا جماعه انا بقدر اقول ان في الوينتر بتبقى هاي بيتشد اللي احنا قلنا عليها شارب. طب لو قال لك ليه؟ لان يا جماعه في الوينتر which travel better in cold water، يعني الحاجه اللي هو الصوت المرتفع ده بيمشي في الكولد ووتر احسن. طيب في السمر؟ لا يا مستر، ده بيبقى موجود في الهوت ايه؟ هوت ووتر وورم. تمام كده يا ايهاب؟ ايوه تمام تمام بس تمام تمام يا حبيبي. بس مش هو ده الدرس اللي بتلخبط فيه، انا بتلخبط طب يا ايهاب لما يوصل للجزء اللي انت بتتلخبط فيه قول لي، انت قلت لي الدرس اللي بعد ده. تعالى كده يا شباب نشوفه. قلنا يا جماعه الاكتيفيتي اللي بعد كده ترانسفيرنج انفورميشن، قلنا دي مرتبطه بالنيرفس سيستم. اللي هو الجهاز العصبي. لو تتذكر كده يا جماعه معانا الجهاز العصبي قلنا بيتكون من ثلاث حاجات، برين سبينال كورد سباينال كورد ونيرفز اللي هي الاعصاب. حضرتك
البرين اللي بيستقبل من كل حاجة في الجسم. يعني ايه؟ يعني مثلا الاي بتبعت للبرين انه شاف ازازة، فاكرين الكلام ده؟ فالبرين يبعت للسباينال انه يدي امر للنيرفز سبينال كورد. اللي رايحة للليج عشان حضرتك ما تدوسي على الازازة دي. قلنا لو تفتكروا الحاجات دي لازم ابقى عارف الفرق ما بين نمبر 1 ونمبر 2. مستر حضرتك اقفل المايك. نمبر 1 اللي هي السنسوري اللي احنا قلنا عليهم يا جماعه، اللي هم الفايف سنس اورجان، اللي هم مين؟ اي اير نوز تانج سكين. طيب نمبر 2 اسمها موتور، موتور نيرفز، اللي هي حركيه، اللي هي بتخلي رجلينا يا جماعه مالها؟ ثابته ولا بتتحرك؟ تتحرك، بتدي القدره حرك. على رجليك ان انت تقدر تتحرك. فدي الطريقه يا شباب اللي بتحصل ما بيننا كلنا. ركز معانا لو سمحت. تعال نفتكر، ادي الاي بتستقبل، فبعد ما بتستقبل بتبعت للبرين سيجنالز. السيجنالز دي يا جماعه بتخلي البرين يعمل ريسيف ويبدا يعمل ريسبوند. مين شاطر يا جماعه يقول ريسبوند يعني؟ ياسر. استجابة، برافو يا جاسم. استجابة. فمثال على كده اللي احنا يا شباب قلنا لما هنقف قدام كلمة ستوب اللي هي باللون الأحمر، هل دي أقدر أمشي؟ طبعا لا، دي بتبعت سيجنالز فروم اي تو برين ذات مو ذات ميك يور بادي از ايه، ستوب ولا موف؟ ستوب. يبقى لازم تبقى عارف الترتيب. الريسكيو فلير اللي هو شعلة الإنقاذ يا شباب، فيش كل شوية حد بيفتح المايك وجنبه أذان، فأنا أوقف الشرح عشان أروح أشوف المايك المفتوح. لو سمحتم نقفل المايكات كلنا ونركز كويس بعد إذنكم. الريسكيو فلير دي يا شباب اللي هي شعلة الإنقاذ، حد يعرف كده هتشتغل مع إيه؟ دي هتشتغل مع أهنو سنس أورجان في جسمي. اتفضل. السايد، برافو، اللي هي العينين. فلما هشوفها يبقى الناس دهيت يا جماعه محتاجين مساعده، نيد تو هيلب. طبعا ابعت لهم بقى حد يساعدهم. السيجنال فايرز برضو دي شغاله مع مين؟ مع السايد. الريفلكتنج باي ميرور برضو شغال مع السايد. ايوه، يبقى يوزنج ميرور تو اتراكت ذا ريسكيو هليكوبتر. صح. الكود هو ده اللي انت مش فاهمه يا ايهاب ولا هو حاجه تانية؟ هو ده. تمام، ركز يا ايهاب. الكود ده عباره عن باترن هاز مينينج، يعني شفره ولها حل يا إيهاب. يعني إيه شفرة وليها حل؟ إن أنا وأنت نتفق مثلا يا إيهاب إن نقطة داش ده حرف الإيه مثلا، يعني نقطة داش نقطة داش حرف الإم. أنا بقول مثلا، ما حدش يقص في الحروف اللي معايا. نقطة هما دول اللي أنا بقول مثلا يا إيهاب حرف الآر مثلا. تمام. فيبقى انا لو حطيت لك الحاجات دي كلها كده جنب بعضها يا ايهاب، يبقى ده اسم مستر مين؟ مور كود اي امر اللي هو اسمي انا مستر عمرو، فاهمني يا حبيبي؟ يبقى انا بتفق معاك على شفره. احنا بدانا الكلام ده بايه يا ايهاب؟ بالحركات. زي مثلا لما انا اعمل الشكل ده لفوق كده اللي هو الثامب اب،
يبقى انت كويس ولا وحش يا صاحبي؟ تمام ها؟ كويس كويس، يبقى انت يو ار كويس اوكي. طب لو عملت اوكي سام داون، ها؟ باك يبقى يو ار باد. يبقى في اشارات انا بتعلم او بحفظها لك، انت منها هتفهمني. فهمت يا ايهاب الفكره دي؟ أوه. الكلام ده يا جماعه، الكلام ده يا شباب طبعا بيحصل عن طريق سامب اب وداون. الكلام ده بيتم عن طريق ان انت وانت في الفصل بتعمل فيلينج معينه، زي مثلا بترفع ايديك وبتبقى فرحان بعد ما المستر يقول لك كلمه حلوه، او بتبقى زعلان لما المستر يقول لك ايه اللي انت بتعمله ده، اللي هو وشك هيكشر. وكذلك اللانجوج ممكن تبقى تعتبر كود، ان انا ما اقول لك قشطه، يبقى الحاجه اللي انت عملتها دي حلوه ولا وحشه؟ حلوه. اقول لك نيله، ها دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ وحشه. ما تهدى يا باب. ممكن اكتبها في جمله، في كلمه، ثانكس، اكسلنت. اللي هو يا جماعه لو كتبت لك اكسلنت على الشيت بتاعك، يبقى انت حليت كويس ولا وحش؟ حليت كويس. يبقى الرايتنج ده ممكن يبقى باترن، ممكن تبقى وورد مفهومه. ميوزك، اللي هو حضرتك لما اعمل كده انا بسقف لك فانت هتبقى فرحان، عكس ان انا مثلا اروح مخبط خبطه جامده وباصص لك ومكشر، يبقى انت كده حليت صح ولا غلط؟ غلط. طبعا اللايت هاوس اللي هي بتعمل جايد للشاب، يعني في منار بحري بيطلع ضوء، الضوء ده بيرشد السفينه ان هي توصل للايه؟ للشط. لحد هنا مستر كده انت تمام؟ بعد اذنك حاضر هقول لك اي حاجه. تمام يا ايهاب؟ ايوه مستر ايوه اتفضلي يا مايا. مستر، هو الحصة تبقى مراجعة ولا هناخده درس جديد؟ لا لا، ريفيجن النهارده كلها. طيب نكمل يا جماعة. مارس كود اللي احنا قلنا يا جماعة انفيرتد باي العالم اللي هو اسمه ايه؟ مارس. مورس ده يا شباب عامل ايه؟ قلنا يا جماعة صنع كوميونيكيتنج سيستم بشكل معين احنا اتفقنا عليه، اللي انا كنت لسه جايبه دلوقتي مع ايهاب لو تفتكره، اللي هو يا اما يبقى شورت بيب يا اما لونج بيب. الشورت بيب اللي هي دوت، واللونج بيب اللي هي داش. فقعدنا يا جماعه لو تفتكروا اتفقنا المره اللي فاتت على الحاجات دي وعدناها كلها، ان حضرتك شفنا الفيديو مرتين خلاص بقى كفايه. اللي هو مثلا دوت داش ده هيبقى حرف الايه، داش دوت 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 ده بحرف البي، داش دوت داش دوت يبقى حرف السي، وهكذا. فانا ببقى اعمل لك مثلا نغمه معينه، انت النغمه دي بتحاول ان انت تكتشفها. حضرتك قلنا يا جماعه مورس كود ينفع بطريقتين، ينفع عن طريق افهمه عن طريق الاير، يبقى كده بستخدم الايه؟ الساوند، اللي هو يا جماعه دوت داش دوت داش الى اخره. يعني ممكن يا جماعه بستخدم الاي، يبقى عن طريق اللي هو الفلاش لايت. اللي هو يا جماعه ممكن امسك في ايديا تورش وابدا بالتورش ده اضغط عليه، وايه اللي يحصل؟ حضرتك تفهم من ايه؟ من تعبيرات التورش ده انا محتاج منك ايه؟ فاهمين يا جماعه؟ يبقى تاني مورس كود ينفع يبقى عن طريق الساوند وينفع عن طريق اللايت. طب يا مستر ازاي الانيمالز بقى كوميونيكيت ويز موفمنت؟ دي كانت الاكتيفيتي اللي قبل الاخيره لو تفتكر، اللي احنا قلنا يا جماعه ان الهاني بي بتقدر تعمل سبيشال دانس، الدانسينج. اللي احنا قلنا يا جماعه لو تفتكروا ان الدانسينج ده يعتبر من انواع الكودز. حد يفتكر كانت بتمشي على شكل حرف كام؟ رقم كام؟ قولوا 8، فيجر 8. ولازم تعمل فايبريت، تعمل اهتزاز للوينجز، الاجنحه. الفيديو اللي احنا شفناه لو تفتكروا، يبقى تلف على رقم 8 وتقدر تهز الايه؟ الاجنحه. طب الكلام ده يا مستر ليه؟ عشان تعرفك مكان الفود والايه؟ والووتر. افتكر ان الكلام ده يا شباب مرتبط بان انا عندي
نيرس ومين وسكاوت سكرتير وخدمة. سولدر تمام، ده موجود في المملكة بتاعت الايه، البي، مملكة النحل، والمملكة بتاعت الانس اللي احنا كلمناها المرة اللي فاتت. يبقى سواء المملكة دي او المملكة دي انت لازم تبقى حافظ الثلاث كلمات دولت. بمعنى ان مثلا السكوت يا جماعة بتاعت الهاني بي تعمل حركات معينة. اول حركة لو الفلاور فيري كلوز، قلنا يا جماعة هتروح وترجع كم مرة؟ one round dance. لو كانت الفلاور بقى يا جماعة far away، يبقى انا هعمل far away man. هتعمل الويجل دانس اللي هي رايت اند ليفت، تروح وترجع تروح وترجع. لو وان دانس يبقى مش بعيدة قوي، لو 3 اور مور يبقى بعيدة قوي. يبقى تاني لو راحت ورجعت على طول يبقى فيري كلوز. لو بعيدة عندي حاجتين، بعيدة نص نص وبعيدة قوي. بعيدة نص نص اللي هي تعمل ليفت رايت ويجل 1، يبقى دي بعيدة نص نص، ليتل فاردر اواي. لكن لو بعيدة قوي هتفضل رايحة ايه؟ جاية بتفهمك ان الفلاور بعيدة، يبقى تركز معاه عشان توصل معاه. فاهمين يا جماعه؟ عاليه صحصحوا. الحاجه اللي قبل الاخيره، قلنا يا جماعه ان في اشخاص، ودي نعمه من ربنا طبعا، منحهم ده ابتلاء من ربنا بيستحملوه بقى، اللي هم اسمهم سبيشال نيد. يعني ايه بيبول سبيشال نيد يا جماعه؟ ذوي الاحتياجات الخاصه. برافو عليك يا ادم. اللي هو يا جماعه بيستخدموا حاجه اسمها ساين لانجويج او لغه الاشاره. حد يعرف لو انا ما اقدرش اعمل الساين لانجوج ده هل انت هتفهمني؟ طبعا لا، يبقى وي كانت كوميونيكيت، مش هنقدر نتواصل. سيمبل جيسترز يا جماعه، لايك وين يو تشيك يور هيد تو سي نو. يعني في بعض التعبيرات او الاملاءات بالوجه، اللي هو انا اعمل لك ايه كده، يعني راسي يمين وايه وشمال، ليفت ورايت، يبقى انا الكلام انا هشتغل ولا مش هشتغل. لو رحت لباباك وعمل لك الحركه يمين وشمال براسه، يبقى كده هتطبق اللي انت عايزه ولا مش هتطبقه؟ مش هتطبقه. انا نازل نلعب يا حاج، راح اعمل لك كده، يبقى انت مش نازل. طب لو عكسنا بقى، لو ابو داون يبقى يس. يبقى تاني السيمبل جيسترز حاجتين، لو جبنا الهيد ليفت ورايت هتبقى يس ولا نو؟ نو. لو جبنا الهيد اب اند داون تبقى يس. يبقى يا اما بابا يعمل لك لفوق ولتحت كده يعني ماشي انا موافق، يا اما ايه يمين وايه وشمال. ودي بتتم طبعا مثلا لما انت تبقى ايه قارص على الحاج من بعيد، حاج انا نازل نلعب، يروح عامل لك كده، يبقى ما تنزلش. او ابو داون يعني انزل، طبعا ده نادرا يعني. تعالى يا جماعه نفتكر مع بعض الانيمالز تو كوميونيكيت يا شباب. طبعا احنا عندنا كانسان انا بقدر استخدم الريدنج او السينج، سواء طبعا لو كانت مسج عاديه او ممكن اسمع تليفون. لو مسج مكتوبه يبقى ايه؟ ريدنج. تعالى كده نفتكر كانت اخر حاجه الانس. بالله عليك ركز، كل واحده من دولت بتعمل حاجه. مين شاطر يقول لي؟ النيرس انت وظيفتها بتشتغل امتى؟ لامار امتى يا لامار؟ حتى لو بالعربي لما ايه؟ يعني الاكل زايد ولا قليل؟ قليل. تمام، يبقى when there is decreasing food. برافو. طب هتطلع ايه يا لامار؟ اسمي المسج، اسمي لي مسج. طب ساره يا جاد، اللي اسمي لي مسج هتطلع
للسكوت اند، هتعمل ايه للسكوت اند بقى؟ بنستكشف المكان وتجيب الان الاكل. سيرش فور فود. حد يعرف السولجر بقى بيعمل ايه؟ ليلي انت ما اتكلمتيش النهارده يا ليلي خالص، اتفضلي. اللي هي الحارسه بتطلع اسبلي ما هي تحل خلاص، بتطلع اسبلي مسج امتى؟ تمام، لما يبقى في دينجر. يبقى نعيد تاني يا جماعه، انا عندي ثلاث نملات، الانت لايف ان كولونيز يعني في مستعمرات، الاول تجمعات مع بعض، النيرس انت هي اللي بتطلع اسمني مسج لو الاكل بقى قليل، بتطلعه لمين؟ السكوت انت. السكوت انت يا جماعه بترجع او بتعمل اسمني مسج هو وين تفايند ايه؟ لما تلاقي الايه؟ الفود. اما السولجر انس سولدرز اللي هي الحارسه اللي هي الجنود، قلنا بتعمل ايه يا جماعه؟ قلنا وين ات بريديوس سميلي مسج، لما يبقى فيه دينجر يعني خطر. الهوم ورك بتاعنا كان بيدج كام يا جماعه؟ تو هندرد تو مستر، تو هندرد تو، تو هندرد ثري. اللي كان الاكزام باين صح؟ هو ده؟ أيوة. طب ثانية واحدة يا جماعة، ثانية واحدة. مستر احنا هنحله مع بعض. ايوه هنراجعوا مع بعض، هنحلوا بالترتيب. باخدوا سكرين بس عشان يبقى معانا في الايه؟ في البورد. هنمشي بالترتيب. هناخد اللي في السنتر الاول يا جماعه بعد اذنكم. اتفضل يا علي. displaying light عن طريق اللايت. human and some animal. تمام، اللي هو يا جماعه ان الانسان بيقدر يستخدم اللايت وبعض الحيوانات، ان في بعض الحيوانات بيبقوا ايه بلايند، بلايندنس يعني ما ايه ما بيشوفوش. اتفضل يا خشاب، بعد ما نخلص السنتر هنخلي اللي في الاونلاين يحله. اتفضل يا خشاب. ميتنج سيزون هيبقى مين؟ وينتر. أما لو كان سيرشنج اوف فود سيزون هيبقى سمر. برافو، يلا يا عالية. When we communicate by Morse code using a dot and dash, this means that we use the sense of hearing. إن أنا هسمع اللي هي الخبطة أو الصوت. يلا يا ليلي. Be can communicate with each other by dancing. تمام، طب أسألك سؤال تاني يا ليلي، هو المورس كود ده عن طريق الهيومن صح؟ طيب تعرفي الفلاش لايت عن طريق مين؟ فاير فلاي وممكن الهيومن. طيب الايكولوكيشن الباتس والدولفين. اكسلاند، الله ينور عليك يا ليلي. يلا يا مايا، جيف ريزون. الهيرنج سنس از فيري امبورتنت فور بات، للخفاش لازم يبقى بيكون بيسمع حلو قوي. فاكره البات بيعمل ايه؟ ايكو ايه؟ ايوه، تو كان يوز ايكو لوكيشن عشان يقدر يستخدم ايكو لوكيشن. طبعا لو عايز اشرح بالتفصيل بقى هقول بيكوز ات بريديوس اند ريسيف ساوند، لانه بيطلع صوته بيستقبله.
صح وغلط. قولي يا مايا. The sound pitch of blind person can is too high for human to hear. يعني الصوت سمع درجة الصوت للبلايند بيرسون is too high for the human to hear. لا عادي، ازاي عاديين هو؟ ايوه تمام، لان هو بيبقى بدرجة صوته اعلى. اتفضلي يا لامار. تريزر كان يوز ايكولوكيشن. ها فولس. هما مين اللي بيعملوا ايكولوكيشن زي ما ليل لسه قايله؟ برافو. يلا يا ادم. الهام باك ويل بريديوس اونلي وان تايب اوف سونجز. فولس. هما كانوا كام تايب؟ كانوا نوعين، واحد في الوينتر واحد في السمر. يلا يا جاسر، اخر واحد في اللي موجود في السنتر. بي يوز مورس كود ديورينج ذير كوميونيكيشن. البي بتستخدم مورس كود؟ ازاي؟ ازاي بتستخدم مورس كود؟ ده الهيومن. يلا ايتم. اللي يحصل وات هابن اف الاماونت اوف فود ان انت كولوني ديكريز. Will send smelly message to Scott. The Scott go to find some food. برافو. النيرس انت ويل بريديوس هتطلع سميلي مسج تو تيل ذا سكاوت اند تو سيرش. يلا يا براء. مستر انا كتبتها نيرس ان سند سميل مسج تو سكود انت. ايوه مفيش مشكله، مفيش مشكله. يلا يا براء. براء يا عسكر. همس لايت هاوس سند كودز ذات ديبند ان اور سنس اوف سايت ان ايه؟ سايت. تمام سايت. تمام. Why the music is a code depend on our sense of hearing. Hearing. يلا يا إيهاب. النقط chances the song of humpback will be not pitched sound because sound travels better through warm water. مدام warm يبقى أشهر إيه بقى؟ summer ولا winter؟ سمر. سمر. برافو. وهقول هنا هاي ولا لو؟ لو. برافو يا إيهاب. يلا يا مالك. مالك موجود؟ مايو. سارة جاد. يلا يا سارة. نعم مستر. بات يوز اي ساوند فور زير كوميونيكيشن. ايه؟ كوميونيكيشن. ايه؟ ايكولوكيشن. ايكولوكيشن ماشي يا ايكو. يلا يا مايا جندي. سم سكتس سيرش ات بي بي. برافو. عشان كاتب لنا هنا دانس رقص. While ants use their sense of A. Smell. Smell. برافو. عشان هي بتبعت smelly message. عملتها ايه؟ لا اعمل اكس بقى. The sense of sight and sense of hearing are used in different types of communication. Choose the correct answer. دور على مارتوني. يلا مارتوني. مارتي. Which of the following communication depend on sense of sight only. بشوف بس. Letter B. Letter B. ليه يا مستر؟ ثانية واحدة. لأن ال watching TV اتنين، بسمع وبشوف. Echolocation أسمع.
سيل فون برضو الاثنين اسمع واشوف. لا فلاشينج لايت، فلاشينج لايت معلش خليها فلاشينج لايت. نمبر 2 يلا يا علي اول واحد بقى في السنتر. Which of the following communication depend on sense of hearing only؟ Echolocation بس امباد. Rescue flare اللي هي شعلة الإنقاذ بتتشاف. Flashing light بيتشاف. Traffic light بيتشاف. يبقى الإيكولوكيشن هو بس اللي بيتسمع. Right scientific term. يلا يا خشاب. A device used by blind people to walk safely. مستر اتفضل. نيرس انت ده بيقول لك جهاز بيستخدم عن طريق البلايند بيبل تو ووك سيفلي. اتفضل مستر علي تاني كده. ركز. ديفايس يوزد باي بلايند بيبل to walk safely. ركز بس عشان ده يا جماعة في تجربة موجودة في الكتاب. أيوة يا مايا أنا عارفاها. اتفضلي. سبيشال كين اسمه إيه؟ سبيشال كين. سبيشال كير ممكن أقولها؟ سبيشال كير كين. هو في اكتر منه حاجه كمان ممكن يبقى الكترونيك ماجنيفاير. انا عارف. طب وطي التكييف بس عشان ايه؟ اقفله بس. انا اقول تمام تمام يا مايا تمام يا مايا. يبقى دي يا جماعه الجهاز اهو اللي هو which used by the blind person to can move يا جماعه، لان طبعا الايه الكين دي هتقدر تحدد له او الاستيك ده هيت هتقدر تحدد له اي حاجه تقف قصاده عن طريق فكره الايكو ايه لوكيشن. طيب حاضر اتفضل يا خشاب. نيرس انت تمام. يلا يا عليا. It's a pattern that has meaning. شفرة بتتفهم. كان اسمه ايه؟ مورس ايه؟ كود بس. ده تعريف الكود بس. يلا يا ليلي. The short beep in مورس كود. دوت. احنا ماشيين بالترتيب. اخر حاجة التوصيل. يلا يا مايا يلا يا مايا رشيدي. باتس. باتس A لا B B يا لامار. النحل A بيستخدم الدانس. بلايند بيرسون كير آدم هتبقى D. ونكتب عليها يا جماعه مهمه جدا البلايند بيرسون كير، لان دي موجوده يا شباب في اكتيفيتي كانت المفروض تتسحب كيو ار كود عشان تتشال.